وفرنا لها هذه السنة 37 مركز. عدد المترشحين في الولاية 10120 مترشح. وفرنا جميع الظروف البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية. اليوم جيت نجدد شهادة بكالوريا، وعلى بالنا بلي مرينا أيام صعبة، إن شاء الله ندير باك إن شاء الله كامل. اليوم رانا هنا نعقبوا شهادة التعليم الثانوي، إن شاء الله ربي يسهلها وتكون سهلة علينا، وربي يوفقنا ويوفق جميع الطلبة إن شاء الله.